بشكل جيد. اللي عنده ديدان خاصة الأطفال إذا أكلوا الفجل يساعد على قتل الديدان في داخل هذا الجسد. إذا أنصح الجميع ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو خفقان في القلب أو الصداع بأن يأكل الفجل، لأنه الفجل به مرتفع مستويات مرتفعة من البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم بالدم، وهذه نسب لا توجد في أي نوع من أنواع الخضر مجتمعة بهذا الشكل الكبير. الفجل مفيد للكبد، يساعد الفجل على تنظيف الكبد من سموم الأدوية القديمة. كل إنسان عنده آخر كورتيزون، أدوية كيميائية، أدوية صداع، أي أدوية كانت عنده سموم أساسا في الكبد، إذا تناول الفجل لفترة يعني ممكن تتجاوز 45 يوم ضمن صحن السلطة مع ورقه أو بدون صحن السلطة بشكل حر مع أنه حار لكن مفيد، يساعد هذا على تنظيف كبده من جميع أنواع السموم اللي أخذها خلال فترة طويلة بإذن الله تعالى. الفجل يساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء خاصة الفجل الأحمر. الفجل مدر للبول، يعني اللي عندهم مثلا حصر بول يأكل الفجل. يساعد الفجل بالقضاء على حرقان البول، اللي عنده التهابات مسالك بولية عنده حرقان بعد البول يأكل الفجل، بعد فترة بإذن الله يزول هذا الحرقان. أيضا الفجل يعمل كملين، اللي عنده إمساك الفجل مفيده، يفيده بشكل كبير وشكل فعال. أيضا مرضى السكر، أنصح كل مريض سكري أن يدخل الفجل في طعامه بشكل يومي، لأن أكل الفجل يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، بل يعمل على تخفيض سكر الدم بشكل تدريجي يومي 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 وهكذا. لذلك أنصح كل إنسان أن يأكل الفجل لدي إصابة بمرض السكر. أيضا الفجل زي ما ذكرنا بأنه يقتل الجراثيم والبكتيريا المختلفة، خاصة إذا كنت في داخل غرفة مغلقة وبها مرضى الزكام. الفجل يساعد على تخفيف الوزن. أنصح كل من لديه لا سمح الله سرطان والله يشفيه ويعافيه أن يأكل الفجل بشكل يومي مع ورقه، لأنه أكل الفجل مع ورقه من أفيد ما يمكن لمرضى السرطان، خاصة سرطان الرئتين، سرطان الرحم، حتى اللي عندهم تكيس على المبايض عليهم أن يأكل الفجل، لأنه الفجل يعمل على إذابة هذا التكيس بشكل تدريجي، كما يعمل على إذابة البلغم في التجويف الأنفية. إذن الفجل ليس نحن يعني نراه في الأسواق بأنه هذه المادة الرخيصة السهلة اللي ممكن ما تكون فيها تلك الفوائد، بالعكس يحمل الفجل منجم بل صيدلية نباتية متكاملة للإنسان خلقه الله وأودع به أسرار عميقة، أسرار كبيرة في داخل الفجل. لكن أنصح بغسل الفجل بشكل جيد، يعني ينقع بماء وخل قليل، خل تفاح قليل، ومن ثم نغسله ونرجع نأكل الفجل مرة ثانية. أنصح بأكل أوراق الفجل، لا ترمى أوراق الفجل ولا عيدان الفجل. أوراق الفجل غنية جدا بمادة الكالسيوم والمغنيسيوم، أيضا تعمل على تخفيض ضغط الدم. أوراق الفجل تعمل على تخفيض السكر، تعمل على تقوية القلب، تعمل على تنظيف الكبد، تعمل على تنشيط المرارة، حتى اللي عاملين إزالة مرارة مفيد جدا لهم ورق الفجل مع الفجل، لأنه يعمل جزئيا عمل المرارة. تخيلوا يعني سبحان الله على الخلق من المادة الخضرية. الفجل مفيد جدا لكل إنسان يعاني من الاكتئاب، الإرهاق، التعب، الكسل، الخمول، ضعف الذاكرة، ضعف الأعصاب، تلاسيميا، المنجلي. كل من لديهم مرض التلاسيميا والمنجلي عليهم بتناول الفجل بشكل يومي. ينبغ الفجل بشكل صحيح ولا يولد غازات إلا فترة بس محدودة كم يوم، ثم لا ما عاد يولد غازات. أتمنى منكم أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومة، وإلى معلومات جديدة بإذن الله تعالى. معكم خبير التغذية والطاقة محمد عمر أبو راشد، دبي.